علمت شوف تي في أن السفاحة قاتل الطفل عدنان بوشوف اختار التزام السمت أمام قاضي التحقيق يومه الاثنين وطلب منحه فرصة للحديث حول جريمته خلال مثوله المقبل ليتقرر إحالته على سجن سات فيلاج بطنجة مع تحديد موعد آخر لمثوله الأسبوع المقبل. وأوضح مصدر شوف تي في بأن ثلاثة متهمين في الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام بالمغرب خلال الأسبوع المنصرم يواجهون تهمة جنحة عدم التبليغ عن الجريمة، في حين يواجه حاء المتهم الرئيسي جناية القتل العمد. تجدر الإشارة إلى أن رجال الحموشي تمكنوا يوم الجمعة الماضي من الإطاحة بالسفاح قاتل الطفل عدنان بعد ساعات فقط من العثور على جثة الضحية مدفونة بمنطقة قريبة من منزل أسرته.